السلام عليكم. دي التاسك بتاعت البلاجنينج ليب كل 300 ملي سكند. تمام، انا قسمت الكود بتاعي للايرز. لايرز كان او اللاير عندنا هي المايكرو كنترولر. تمام، جوه المايو اي بي ار دوت اتش دي عملت امبلمنت لل ديفينيشن للريجسترز اللي انا بستخدمها جواها. تمام، ريجسترز بتاعت الدي اي او، ريجسترز بتاعت التايمر، الثلاثه تايمرز. تمام، وبعد كده الام كيرف فيها الدي اي او والتايمر والبيت اوبريشنز. بيت اوبريشنز اللي هي السيت والكلير والجيت والتوجل بيت. تمام، وبعد كده عندنا اللاير اللي بتاعت الاي سي يو كيرف دي جواها الليت. تمام، وطبعا ايه المين دوت سي. يبقى نجرب الكود بتاع على البروتوس. تمام، بتبلينك كل 300 مللي سكند. تمام، شكرا.